وفيه أن التقدم في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة إنما هو بالتقوى والإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن الأنساب ولا عن المال ولا عن الجاه ولا عن المنصب ولا عن غير ذلك من أسباب التقدم في الدنيا، إنما سأل عن أخذ القرآن، وأخذ القرآن يدل على ما وراءه من صالح العمل. فإنه من أخذ القرآن كان جديرا بأن يكون صالحا في قلبه، صالحا في عمله، مسابقا إلى مرضات ربه. أخذ القرآن منة عظيمة ومنحة كبيرة يتفضل الله تعالى بها على العبد. ولذلك قال ابن عمر: من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه. فينبغي للمؤمن أن يعرف قدر ما فتح الله تعالى عليه من فتوحات في هذا الكتاب الكريم.